اصبح عندنا ثلاث بنوك مركزيه عم تتشدد، بنكين منهم عم يتشددوا بوقت مستويات التضخم عم تنزل ببلدانهم، ومستويات التباطؤ الاقتصادي عم تتزايد ببلدانهم، يعني عم يمشوا عكس التيار، لانه شايفين شيء هن بنظرهم بخوفهم. هذا سيؤدي الى انسحاب سيوله كثير كبيره من الاسواق. انسحاب السيوله سوف تؤدي الى تذبذب كثير عالي. هيدي من ناحيه السياسات النقديه. ولكن العالم كمان عم بتراهن على شغله، انه اذا الصين اعاده فتح اقتصادها من هون لاخر الربع الاول من العام 2023 يمكن تحدث نوع من التوازن مع التباطؤ اللي عم بصير بالجهه الغربيه من العالم. هذا ممكن انه يريحنا لما نفوت للسنه الجايه.